بكم مشاهدي زوم نيوز. اليوم في حلقه من حلقات بكره زوم. اليوم عاد نعرفوا كيفاش كيختاروا المغاربه شركات حياتهم. يلا معنا. شنو هما الشروط ديال الانسان اللي بدات تكمل معاك حياتك؟ بغيت بعدا تكون زوينه ضروري الزين، واخا حتى الجوهر كيهم، ولكن الزين هو الضروري، فهمتي؟ حيتاش غادي تكمل مع حياتك ضروري كتبغي الدريه تكون زوينه، تهلا في راسها، تهلا في يدها انا، وتبغي الوالدين ديالي صافي. شركه حياتي خصها تكون دينه ومتقيه الله، وتكون بنت عائله، بنت شي عائله محترمه بحال حنا عندنا هنا في الجهه ديال السوس، هو راه كيكونوا بنات الفار، بنات عائلات كبار، ما كتبغيش شي صوره على العائله ديالها ولا فهمتي، ولا كاع خرجت شي بلاصه حدينا والديها وهادي على زوي الزواد ديال دابا، قوه العياقه، كتدخل السطور ديال شي واحد كتشوف راك في الماطر، هذه الاس اش الروبو البيكان تيماس، كتقول هذا هو، ما تقولش فهمتي، تبع ستوريات يقول ليها هو با عنده الكورونا، هذا عنده الكادي فهمتي، كل نهار طالع في بنادم يشوف شي وحده، تكون الدريه حتى هي خصها ما تطيحش مع بنادم في المكان، اشكون دابا كلشي شي بنادم غير المصلحه غيدير دوز بالك يقول لي راه انت مطيح معاك غير انت، ولكن هو راه عنده العادات ديال الدريات فهمتي، ماشي هو كيكون عينو على وحده، هادشي اللي وقع دابا الله يهدي الجميع، والناس راه بنادم غادي غير بهوية في هاد المغرب والله العظيم. الشروط اللي يكون في الدري اللي باغي نكمل معاه حياتي، الدري اللي باغي نكمل معاه حياتي كيما الدري، انا بغيت تكون كتحترم راسها قبل، ماشي كتحترمني انا، تحترم راسها قبل، دونك الا كانت هي كتحترم راسها راه بدات بيان سوكا تحترمني انا، تكون فيها الحياة، تكون خصما الزين، شنقول لك الزين ما كنبازيش بزاف على الزين، انما كنبازي على العقلية، تكون كتفهم اش كتقول ليها، كتفهم بزاف د الحوايج، تكون اوبن مايند في العقل ديالها، مسلمه ولا لا، نقدر تكون ماشي مسلمه في الاول، ولكن انا نوصل ليها الفكره بطريقه اللي هي تشدها، فهمت، تولي مسلمه، ما نقدرش نكمل مع حياتي ماشي هي مسلمه، ولكن تولي مسلمه من بعد، يعني اذا ما كيشكل ليا مشكل، فهمتي المهم يعني ماشي يمكن. اختي شي شروط ضروريه راه ما كاينينش، ايوا المهم المراه اللي غتكملي مع اللي تكمل مع حياتك خصها تكون تقبل عليك على الشروط اللي عايشين فيهم حنا دابا، على الحلال ديال كل شاب اللي ما لاقيش الخدمه ولا كما عارفة دابا المغرب راه قليل اللي خدام فيكس ولا شي حاجة، راه تخدم غير سيزوني، مرة خدام مرة ما خدامش، راه تقدر دير شي علاقة مع شي بنت اللي تكون هي علاقة شرعية قانونية بزواج بكلشي، وما تلقاش هي داكشي اللي بغات على حسب الظروف. ايوا المهم اش نقولك اختي، خصك شي بنت اللي تفاهم معاك وتصبر عليك وتصبر على اللي كاين وصافي. بافام جو كان مغيسبيك اي كان روغار با لي جون اترافيغ اي كون سوا كان سوا فيديل. تكون كل واحد كيختار شركه الحياه كما كيبغيها، كل واحد طال العقل ديالو باش كيميز الشركه ديال الحياه، تكون متدينه ملتزمه بالاخلاق ديال الدين، وكل واحد كيعرف تكون ذو كما كيقولوا كتنكحوا لزينها او مالها او نسبها، ولا كتكون الامر كل واحد كيعرف شركه الحياه في المجتمع ديال الإسلام.